اهلا بيكم من جديد في قناة هنذاكر ونفهم. النهارده هنكمل مع بعض الجزء الثاني في lesson 2 graduation of properties of element in the modern periodic table او تدرج خواص العناصر في المودرن بريوديك تيبل. وما ننساش لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا نبتدي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الالكترو نيجاتيفيتي وقلنا يعني ايه سنة تانية الكترو نيجاتيفيتي. ايوه it is the ability of the atom in covalent molecule to attract the electron of the chemical bond towards itself. يعني ان الاتوم خلال الكوفيلنت بوند او الكوفيلنت مولكيول تعمل ايه؟ ان الاتوم دي يبقى ليها قوه شخصيه وبتعرف تعمل ايه؟ attract the electrons او ان هي تشد الالكترونز toward itself. مين هيشد اكتر؟ وقلنا في خلال المودرن بريوديك تيبل انا عندي تدرج الالكترونيجاتيفيتي في البريود اللي هو نفس الرو ذا سيم رو. ايه اللي بيحصل للالكترونيجاتيفيتي؟ بتزيد. طب بتزيد ازاي؟ باي انكريزنج ذا اتوميك نمبر. باي انكريزنج ذا اتوميك نمبر او لما بتزيد الاتوميك نمبر في نفس البريود ايه اللي بيحصل؟ الاتوميك الالكترونيجاتيفيتي هي كمان ايه؟ بتزيد. طب ليه بتزيد يا سنة تانية؟ علشان انا وانا في نفس البريود اللي بيحصل number of electrons بتزيد مع زيادة ايه؟ البوزيتيف تشارج بتاعة النيوكليوس. طيب يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي الاتوم عبارة عن نيوكليوس والالكترونز. طيب انا الالكترون في نفس البريود التشارج البوزيتيف تشارج بتاعت الاتوم بتزيد. طيب والالكترونز اللي حواليها هم كمان بيزيدوا. وانا كل ما انا ماشي في البريود في نفس البريود الاتوميك نمبر بتزيد وطبعا النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل هو كمان بيزيد. طيب معنى كده ايه؟ ان الاتراكشن بتوين ذم هو كمان بيزيد. فبالتالي الالكترونيجاتيفيتي او قوه الشد بتاعة النيوكليوس للإلكترونز هي كمان بتزيد. طيب the electronegativity of the element of the same period طبعا احنا كده الالكترونيجاتيفيتي directly proportional مع الاتوميك نمبر في same period. الاتوميك نمبر بيزيد الالكترونيجاتيفيتي بتزيد. يبقى العلاقة ما بينهم ايه؟ directly proportional. ودي طبعا الجراف بتاع directly proportional. اي حاجة directly proportional فانت هتلاقي اللاين كده طالع بيزيد. طيب في السيم جروب. طيب في السيم جروب واحنا نازلين من up to down ايه اللي بيحصل للاتوميك نمبر؟ بيزيد. بس بيزيد مع ايه كمان؟ الانرجي ليفل. انا كل ما بنزل بيزيد دور او بيزيد طبقه اللي هي الانرجي ليفل. فبالتالي الالكترونيجاتيفيتي هي هيحصل لها ايه؟ هتقل ليه سنه ثانيه؟ طيب ما هو انا وانا نازل عمال ازود طبقات فانا النيوكليس اللي في نص الاتوم مش عارفه تشد الالكترونز. ما هي في طبقات بنبعد في طبقات فبالتالي النيوكليس مش بتعرف تشد مش بتعرف تشد الايه الاوتر موست الكترونز او الالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست انرجي ليفل في اخر ليفل. فبالتالي السايز بتاعها بيزيد وبالتالي ان هي قوتها على الشد هي كمان ايه؟ بتقل. يبقى العلاقه ما بين الالكترونيجاتيفيتي والاتوميك نمبر في نفس الجروب اللي بيحصل لها inversely proportional. ودي طبعا العلاقه بتاعتها inversely proportional. دي تزيد دي تقل. طيب وقلنا كمان ان الالمنتس اوف جروب 7A عندهم اكتر الكترونيجاتيفيتي. نرجع تاني كده ليه؟ لان هو دول ده 7A. فانا لو انا ماشي كده في البريود يبقى اخر حاجه اخر جروب اللي هو 7A هم دول اللي عندهم هايست الكترونيجاتيفيتي. لان انا ماشي كده الالكترونيجاتيفيتي بتزيد يبقى 7A هم عندهم هايست الكترونيجاتيفيتي. طيب ومين اللي في السيم جروب اللي فوق بقى اول بريود هو ده اعلى الكترونيجاتيفيتي. طيب يبقى الفلورين which lies at the top احنا قلنا اللي فوق في 7A فوق هو ده الفلورين which lies at the top of the right side of the periodic table اللي موجود في الرايت سايد بتاع المودرن بريودك تيبل ده عنده ايه؟ الهايست الكترو نيجاتيفيتي.
g equal 4. طبعا ما ننساش ان في inverse relationship between atomic size والالكترونيجاتيفيتي. كل ما السايز بيزيد قدرة الاتوم ان هي تشد الاوتر موست الكترونز بتقل. وكمان ما ننساش ان there is an inverse relationship between the atomic size والالكترونيجاتيفيتي. يعني ايه؟ يعني كل ما بيزيد الاتوميك سايز الالكترونيجاتيفيتي بتقل. لان لما انا ازود الاتوميك سايز حجم الالكترون الاتوم بتزيد، فبالتالي قدرتها ان هي تشد او تعمل اتراكت الاوتر موست انرجي الاوتر موست الكترونز قدرتها بتقل ان هي تعملهم اتراكت، فبالتالي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها هتقل او ديكريز. طيب كمان الـ inert gases يا ولاد don't have electronegativity. إذا ما عندهاش أصلا electronegativity أو ما عندهاش because they don't enter in the chemical reaction. طيب الـ inert gases عندها الـ outermost energy level بتاعها complete with electrons. الـ electrons بتاعتها 8 أو هما مكتملين. طيب مكتملين يبقى هي أصلا اللي هتشد لما هتدخل في أي chemical reaction، هي لا هتشد الكترونز ولا هتعمل أي حاجة، هي أصلا مكتملة مكتفية بنفسها، مش عايزة حد ومش بتدخل chemical reaction في الظروف العادية، فهي أصلا محتفظة أي بنفسها. طيب هناخد النهاردة في الالكترونيجاتيفيتي البولار كومباوندز. إيه هما البولار كومباوندز؟ احنا اتفقنا مع بعض ان الاتومز لما بتيجي تعمل اي كومباوند فهي ليها الكترونيجاتيفيتي، هتشد ولا مين اللي هيشد وهيشد قد ايه واكتر ولا مش اكتر. طيب انا عندي ثلاث انواع للكومباوند، يا اما الاتوم في الكومباوند يا اما تبقى قوتها عاليه جدا ان هي تشد، والتاني يبقى بالنسبه له ايه خد الالكترونز بتاعتي مش فارق معايا ودي يبقى الايون كومباوند، يا اما تبقى قدره شدها عالي ما بين الاثنين، هما الاثنين بيشدوا عمال ده يشد شويه وده يشد شويه ان قدرتهم عاليه، يا اما اصلا ما يبقاش فيه شد او الاثنين يبقوا قد بعض. انا بشد قدك بالظبط. في الحاله دي احنا هناخد البولار كومباوند اللي هما الاثنين بيشدوا او عندهم الالكترونيجاتيفيتي ما بينهم هاي، ده شد شويه وده شد شويه، تمام. يبقى احنا هناخد مع الالكترونيجاتيفيتي البولار كومباوندز. ايه هي البولار كومباوندز؟ دي ار كوفالنت كومباوند. دي كوفالنت كومباوند معنى كده طالما كلمه كوفالنت يبقى الاتومز الاثنين بيشيروا في الالكترونز كل واحد فيهم شد شويه. In which the difference in electronegativity هناخدها بقى بطريقه علميه اكثر، ان الالكترونيجاتيفيتي او الشد ما بينهم هما الاثنين ايه is relatively high، يعني هما الاثنين اقوياء كل واحد فيهم بيشد شويه. مثال على البولار كومباوند الووتر. الووتر يا ولاد بتتكون من ايه؟ it consists of combination يعني اتحاد ما بين one oxygen atom with two hydrogen atom، one oxygen atom with two hydrogen atom. طيب الكومباينيشن ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه ان هي بولار كوفالنت كومباوند. طب ليه بقى البولار كوفالنت كومباوند؟ الاكسجين بيشد الالكترونز من الهيدروجين وعنده طبعا قدره عاليه ان هو يشد الالكترونز اوف ذا بوند توورد اتسلف. ليه؟ لان الاكسجين الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها كام؟ 3.5، وده طبعا اكتر من الهيدروجين اللي هو 2.1. الثاني ليه الووتر هي عباره عن بولار كومباوند؟ ليه؟ لان الاكسجين عنده الابيليتي ان هو يعمل اتراكت يشد two electrons of the covalent bond toward itself، وطبعا قدرته ان هو يشد اكتر من الهيدروجين اتوم، وبالتالي بينتج عنه بولار كوفالنت بوند. عشان الاكسجين the ability of the oxygen atom to attract the two hydrogen toward itself is greater than the ability of the hydrogen atom to attract the atom. يبقى تاني يعني ايه بولار كوفالنت بوند؟ عندي اتوم بتشد اكتر الالكترونز toward itself زي الاكسجين. الاكسجين هي عندها more electronegativity فبالتالي attract the two electrons of the covalent bond toward itself، هما دول two electrons الالكترون بتاعها بتاع الاكسجين والالكترون بتاع الهيدروجين. اي بوند بتتكون من two electrons فبالتالي الاكسجين هو اللي القوي بقى، هو الايه اللي بعضلات هنا فبيشد الالكترونز toward itself. طيب ممكن يجي لك give reason في الحتة دي،
Water is considered one of the polar covalent compounds. ليه الـ water بتعتبر one of the polar covalent compounds؟ قلنا ليه؟ عشان هي difference between the electronegativity between its element is relatively high. بصوا الفرق قد ايه؟ 1.4، وده طبعا فرق كبير، فبالتالي هي polar compound. طيب another example، امونيا. الامونيا برضو تعتبر من البولار كومباوندز. طب ليه؟ عشان هي بتتكون من 1 نيتروجين اتوم، اللي هو ده 1 نيتروجين اتوم with 3 هيدروجين اتوم، نيتروجين مع 3 هيدروجين. طبعا النيتروجين عندها هايست او هاير الكترونيجاتيفيتي، وبالتالي بتعمل ايه؟ اتراكت ذا 2 الكترونز، هو قصده 2 الكترونز، ان هم هنا 2، كل بوند من دول فيها 2. Attract the two electrons of the covalent bond toward itself. طبعا ال attraction بتاعها is greater than the ability of a hydrogen atom ان هي تعمل ايه؟ Attract the two electrons. هنا اللي بعضلات النيتروجين مش الاكسجين. فليه اقول على الامونيا تاني ان هي polar compound؟ عشان في حد عندها بعضلات. polar compound يعني ايه؟ يعني في اتوم بعضلات، اللي هي مين؟ النيتروجين. بتعمل ايه؟ Attract the two electrons or the electrons of the chemical bond toward itself. بتعرف تعمل attract للإلكترونز ناحيتها. طبعا الإلكترونيجاتيفيتي بتاعة النيتروجين 3 والهيدروجين 2.1، يبقى الفرق تقريبا ايه؟ 0.9، وده فرق برضو كبير. يبقى لو جالي قال لي give reason الأمونيا is considered one of the polar compound أو بولر كوفيلانت كومباوند، ليه بقول عليها بولر؟ يبقى في حد بعضلات. مين؟ النيتروجين، عشان difference in the electronegativity between its elements كام؟ مش لازم تقولي كام، بس على الأقل تقولي إيه؟ relatively high. كده نبقى خلصنا الالكترونيجاتيفيتي. تاني الالكترونيجاتيفيتي واحنا ماشيين في نفس البريود، الالكترونيجاتيفيتي كده بتزيد، لكن في الجروب بتقل. وعليهم خدنا عليهم 2 examples اللي هو الووتر والامونيا. تعالوا بقى ناخد الثيرد بروبرتي في الكيمياء في المودرن بيريودك تيبل. احنا كده خدنا الاتوميك سايز، الالكترونيجاتيفيتي. تالت بروبرتي عندي الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي. يعني مين في الاليمنتس في المودرن بيريودك تيبل، مين اقول عليه ميتال، مين اقول عليه نون ميتال، مين اقول عليه حاجه اسمها ميتالويدز او نوبل جازز. طيب لو نفتكر مع بعض ايه هي اصلا الميتال والنون ميتال. الميتالز كان اللي هم الحاجات اللي هي شايني زي الايرن، وهناخد كمان الصوديوم والبوتاسيوم. الميتالز كانوا بيبقوا شايني وكمان هم اكتف. طيب النون ميتالز كانوا بيبقوا نون شايني، كانوا بيبقوا مطفيين كمان، وكمان ان هم نون اكتف، هم مش اكتف او مش ايه نشطين. طب تعالوا نعرف اكتر، هناخد النهارده الميتالز. يعني ايه ميتال بقى من وجهه نظر المودرن بيريودك تيبل غير ان هو شايني وغير شايني؟ كلام بقى اكثر علميا ان انا اقول عليه الميتال ده اي اليمنت have less than 4 electrons، عنده اقل من ال 4 electrons، يعني اما عنده in the outermost energy level في اخر ليفل. احنا اتفقنا ان الالكترونز اللي في اخر ليفل في الاتومز هي دي اللي بتتحكم في خواص الايه، الخواص او البروبرتيز بتاعت الاليمنت. فانا دايما هتلاقيني بقول لك ايه؟ الاوتر موست انرجي ليفل. الاوتر موست انرجي ليفل اخر ليفل فيه كام الكترون، هو ده اللي بيتحكمني في البروبرتي بتاعت الميتال. طيب الصوديوم عنده 1 يبقى اقل من 4. طيب المغنيسيوم عنده 12 يبقى عنده ايه؟ 2 في الاخر، يبقى ده برضو ميتال. طيب الالومنيوم عنده 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، فده برضو اقول عليه ميتال. يبقى الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم كل دي ايه؟ ميتالز. طيب تعالوا نعرف اكتر على الميتالز بتعمل ايه في الكيميكال رياكشن. لما تدخل الميتالز في الكيميكال رياكشن عشان تعمل كومباوند او في اي تفاعل، الاتومز اوف ذا ميتالز بتعمل ايه؟ tend to lose their outermost electrons. يعني ايه الكلام ده؟ طيب انا دلوقتي ميتال وعندي 1 الكترون في الاوترموست انرجي ليفل، هل لما ادخل اي تفاعل
وهبتدي اقف مع صحابي عشان اعمل كومباوند. طيب تفتكروا يعني الميتال ده يعني انا عندي 1 الكترونز او 2، تفتكر يعني هيفضل بقى يعافر ويقعد يشد مع حد تاني؟ ده انا لسه قدامي على على اي كومباوند لسه فاضل لي على اني اكمل الاوتر موست انرجي ليفل بتاعي 8. طب هيعافر بقى بال1 ولا بال2؟ لا، بيعمل ايه للي قدامه؟ خدهم يا عم، مش عايز الالكترونز اللي عندي دي، ال1 ولا ال2 ده خدهم، مش لسه بقى هيفضل ايه يعافر. فبالتالي بيعمل ايه اول لما بيخشوا في اي كيميكال رياكشن؟ بيعملوا ايه؟ lose their outermost electrons، وبالتالي بيتحولوا لبوزيتيف ايون. اي الكترون، اي اتوم بتفقد الكترون lose electron، فهي بتتحول لبوزيتيف ايون، بتتحول لايون. والايون ده بوزيتيف ليه؟ لانه تنازل عن الكترون اللي هو نيجاتيف. لما يكون شلت مني نيجاتيف يبقى انا بقيت العكس، يبقى انا بقيت ايه؟ بوزيتيف. فطالما الميتال هيتنازل عن الالكترونز بتوعه هيبقى هو ايه؟ بوزيتيف. ما هو الالكترون فقد الكترون او لوز الكترون والالكترون نيجاتيف، يبقى هو هيتحول لايه؟ لبوزيتيف. يبقى the positive ions carry number of positive charge. قد ايه positive charge دي؟ احددها قد ايه؟ هما equal the number of lost electrons. يعني مثلا الصوديوم اتفقنا ان هو عنده في الاوتر موست انرجي ليفل 1 الكترون. طب الصوديوم ده اول ما بيخش اي تفاعل لا بيكبر دماغه وياخد الالكترون اللي عندي ده، انا مش عايز يا عم. فيبقى اتحول لايه؟ لصوديوم بوزيتيف. بوزيتيف ايه؟ 1. ما هو تنازل عن 1 الكترون يبقى هو بقى 1 بوزيتيف. طب المغنيسيوم، في حاله المغنيسيوم عنده 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، فهيبتدي يتنازل عنهم. لما يتنازل عن 2 نيجاتيف هيبقى هو ايه؟ 2 بوزيتيف. ولما نيجي نكتب 2 بوزيتيف مش بوزيتيف 2، عشان هما 2 ده عدد 2 بوزيتيف، يبقى مغنيسيوم 2 بوزيتيف خلاص. طيب الالومنيوم عنده 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، هيدخل اي كيميكال رياكشن هيتنازل عن ال3، فهو هيبقى ايه؟ 3 بوزيتيف. هيتنازل عن 3 نيجاتيف يبقى هو ايه؟ 3 بوزيتيف. يبقى نعرف بعد كده البوزيتيف ايون ده يعني ايه. بوزيتيف ايون it is an atom of a metallic element. اي بوزيتيف ايون ده ناتج عن ايه؟ عن ميتال او ميتاليك ايه element which lost one electron، ده فقد one electron or more، ممكن يكون فقد one electron او more 2 او 3 during the chemical reaction. هو هيفقد كده في اي وقت؟ لا، لما بيدخل chemical reaction، لما بيقف ايه مع صحابه، داخل chemical reaction هيبقى مع حد تاني، مع اي اتوم تانية في chemical reaction في اي compound، يبقى هيبتدي ايه؟ يفقد ساعتها. يبقى تاني يعني ايه بوزيتيف ايون؟ دي اتوم، مالها الاتوم دي؟ من ميتاليك اليمنت. دي اتوم من ميتاليك اليمنت، عملت ايه الميتاليك اليمنت؟ lost one electron or more. امتى؟ during the chemical reaction. يبقى مين تاني البوزيتيف ايون؟ دي اتوم من ميتاليك اليمنت، عملت ايه؟ lost one electron. امتى؟ during the chemical reaction. وما ننساش ان البوزيتيف ايون number of positive ions equal a the number of lost electrons. تمام كده يا سنة تانية؟ طيب كده بقى مش هتقل عليكم، كده بقى خلصنا درسنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، ذاكروا كويس. لو في اي سؤال ابعتولي تحت في الكومنتس وانا هجاوب عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.